في وقت تعقد فيه صفقات السياسة واتفاقيات من تحت الطاولة للحصول على مناصب وكراسي الدولة، وكسب الموالاة والمؤازرات الشعبية على الأرض، ومد السجاد الأحمر لمسؤول جديد وكفه عن آخر، تجار الحكومات على الأرض يقابلهم تجار بشر في عرض البحر يتمنون أن لا يغلق ملف هو الأشد حساسية وإنسانية في البلاد، والمتمثل بظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المياه الليبية. لم يتوقف الحديث يوما عن ضروره ايجاد الحلول لاقفال هذه المساله الشائكه عبر مؤتمرات محليه ودوليه ومناشدات تطلقها منظمات حقوقيه وانسانيه لكن لا حياه لمن تنادي الماساه والانتهاكات مستمره حيث يشير تقرير صحفي نشرته مجله عربيه الى تعرض المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وفي البحر الابيض المتوسط لاعتداءات واضرار جسديه ونفسيه عميقه علاوه على التهديد والتشويش المتواصل على طواقم سفن انسانيه تجوب البحر في مهمات انسانيه قباله سواحل ليبيا من قبل خفر السواحل الليبيين الذين يطالبون على الدوام بمغادره المياه الليبيه على الرغم من تواجدهم في منطقه بحث وانقاذ دوليه وبين التقرير ان السنوات الخمس الماضيه شهدت توثيق انتهاكات ارتكبها خفر السواحل الليبيين بشكل متكرر وسردها الضحايا وشهود العيان فضلا عن مقاطع مصوره تم التقاطها من البحر والجو تبينهم يطلقون النار على قوارب مطاطيه وفي احسن الاحوال يمارسون عنفا جسديا عليهم ورمي علب البنزين اذلالا وتهكما وأضاف التقرير أن المهاجرين غير الشرعيين يواجهون عند عودتهم إلى اليابسة الاحتجاز في ظروف مروعة في حال وصلوا للمراكز الخاصة أصلاً، إذ تحدثت المنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا وشهود عيان عن ضياع عدد منهم أثناء العبور بين الإنزال والاحتجاز أو بيعهم أو قتلهم على طول الطريق. إذا كان المهاجر يرتكب خطأ بعبوره بطريقة مخالفة للقانون من دولة لأخرى أملا في عيش قريب من حياة بني البشر بطبيعة الحال هو تجاوز كل الطرق القانونية قد لأنه لا يملك رفاهية أن يسلكها بشكل شرعي فعلا لكن إلى أي حد تتساوى عقوبته مع مستوى خطئه؟ أليس العقاب من جنس العمل؟ والعودة للحديث عن قوانين الأرض التي يضرب بها الساسة عرض الحائط ولا عقوبه لا من جنس العمل ولا من غيره بل على العكس ترضيه بمنصب وزير او مدير عام لواحده من اهم المؤسسات في الدوله جوائز ينالوها متفضلين علينا بعدم اشعالهم الفوضى من جديد